بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعدما انتهينا يا شباب من القسم الأول والقسم الثاني اللي هو يعني معايير دراسة الجدوى في ظل التأكد ومعايير دراسة الجدوى في ظل عدم التأكد، بنتكلم دلوقتي عن تحليل الحساسية للمشروع. بالنسبة لتحليل الحساسية للمشروع، يعني عشان نفهم بس القصة يعني ايه تحليل حساسية المشروع، يعني بنشوف من الآخر المشروع هيظل مربحا في حال تغير الظروف الاقتصادية. يعني مثلا هنفترض ان انت حضرتك عملت دراسة الجدوى، وبعد ما عملت دراسة الجدوى طلع المشروع صافي القيمة الحالية موجبة، وطلع دليل الربحية رقم اكبر من الواحد، وطلع معدل عائد داخلي اكبر من سعر الفائدة اللي موجود في البنوك، وكل المعايير وكل المؤشرات اللي انت سويتها قبل تغير الظروف بتقول ان المشروع ناجح بنسبة 100%. تمام، هل بعد تغير الظروف كلامك هيختلف وقرارك الاستثماري ممكن يختلف عما اتخذته من قبل وفقا لتغير الظروف؟ هو ده اللي بنعنيه بتحليل الحساسية. فبنشوف المشروع هيبقى حساس لتغير الظروف الاقتصادية ولا مش حساس لتغير الظروف الاقتصادية. فإذا كانت لدي حساسية لتغير الظروف الاقتصادية، سوف تتبدل القيمة الحالية، صافي القيمة الحالية من رقم موجب ممكن يتحول إلى رقم سالب، ممكن يتحول دليل الربحية من رقم أعلى من الواحد الصحيح إلى رقم أقل من الواحد الصحيح، ممكن يتحول معدل عائد الداخلي من رقم كان أكبر من سعر الفايدة الموجود في البنوك إلى رقم أقل من سعر الفائدة الموجود في البنوك. وبالتالي تقول إن المشروع لديه حساسية تجاه تغير الظروف والأحوال الاقتصادية. طيب عايزين ناخد مثال عملي على طول، هو تحليل الحساسية ممكن يحصل لإيه؟ قال لك يحصل بسبب إيه؟ ممكن يحصل تحليل الحساسية بسبب مثلا انخفاض سعر البيع. يعني أنت كنت عامل حضرتك دراستك الجدوى السابقة وفقا لسعر بيع عالي، مثلا إن كان سعر بيع الوحدة مثلا 10، طب افرض دلوقتي لما يكون سعر بيع الوحدة 8، هل هيظل المشروع مربحا ولا هتتغير الدنيا؟ والله الحسابات هي اللي هتبين لنا هتتغير ولا مش هتتغير. يبقى أول تحليل حساسية بيحصل لما تتغير أسعار البيع مثلا بالانخفاض مثلا. طيب التكاليف، ممكن التكاليف تتغير وتزيد التكاليف، فلو زادت التكاليف ممكن قرارك الاستثماري يختلف. يبقى الحساسية عندنا لأسعار البيع ممكن للتكاليف الاستثمارية ممكن، ولتكاليف تشغيل ممكن ايه تاني؟ قال لك ممكن لتأخر التنفيذ، يعني ممكن المشروع ما يتنفس على طول في السنة الحالية. طيب يعني لو ما تنفس في السنة اللي انت متفق عليها مثلا وعملت عليها تراخيص وعملت عليها تصريح وتراخيص حكومية مثلا، وكنت بتقول ان شاء الله هنشتغل في مثلا في عام 2020، طب افرض انت ما تنفذتش المشروع بتاعك عام 2020 ونفذته بعد عام 2020، يعني نفذته مثلا في 2022، هل دراسه الجدوى السابقه اللي انت سويتها في 2020 هتظل صالحه في عام 22؟ لا والله، ممكن الدنيا تتغير وتتغير وتتبدل الاحوال وتقول والله المشروع ينجح او لا ينجح وفقا للحسابات اللي هنسويها. طب ما تيجوا نعمل ناخد مثال عملي زي ما انتم شايفين على السبوره الان، ونشوف الدنيا هتمشي ازاي، ونشوف المشروع اللي احنا معانا الان والمعطيات معانا يعني هيظل مربحا ام هيتحول من مربحا الى خاسرا وفقا للمعطيات المتاحه. فبنقول المثال، اذا توفرت لديك المعلومات الاتيه عن احد المشروعات الاستثماريه، وكانت عندك شويه معلومات اهي، المبيعات اللي هي الكيو كانت 200,000 وحده، سعر البيع كان في هذا المشروع كان 8 ريال للوحده الواحده، تكلفه الوحده الواحده كانت 6 ريال، يبقى سعر البيع 8 والتكلفه للوحده الواحده 6 والمبيعات كلها 200، عمر الافتراضي للمشروع كان من 5 سنين، والتكاليف الاستثماريه للمشروع الانفاق الاستثماري كان حوالي 600,000 ريال. المطلوب من حضرتك ايه؟ اختبار حساسيه المشروع اذا علمت ان ايه اللي يعني إيه هذه البيانات الاساسيه، اذا علمت ان ايه الاحوال الاقتصاديه الجديده اللي حصلت والتغيرات التي حدثت. قال لك انخفض سعر البيع، مش كان سعر البيع 8؟ قال لك ده الاولاني اللي حصل، انخفض هذا السعر بنسبه 10%، هذه ال 8 انخفضت ب 10%، زادت كميه المبيعات بنسبه 15، زادت نسبه المبيعات عندنا كام؟ الاصليه كام؟ 200. قال لك ايه اللي حصل فيها دلوقتي؟ قال لك زادت كميه المبيعات بنسبه 15%، يعني في تغير في السعر وفي تغير في الكميه، في تغير كمان في التكلفه، ايه اللي حصل؟ انخفضت تكلفه الوحده بنسبه 5%. يبقى انا دلوقتي مطلوب من سعادتك تعمل ايه؟ تحسب لنا صافي التدفق السنوي قبل تغير الظروف وبعد تغير الايه؟ الظروف. يبقى قبل التغير وبعد التغير وبعد التغير. طيب نحسب ازاي التدفق النقدي السنوي؟ قال لك سهله خالص، صافي التدفق النقدي السنوي بيتحسب من خلال معادله بسيطه معروفه خالص، الكميه ضرب السعر ناقص الكميه ضرب التكلفه، يعني الايرادات الكليه ناقص التكاليف الكليه، الايرادات الكليه ناقص التكاليف الكليه.
يعني لما اقول الايرادات الكليه بتساوي ايه؟ الكميه ضرب السعر، الكيو ضرب البي، ناقص التكاليف الكليه، الكميه ايه ضرب السي، على اعتبار ان السي يعني كوست، يعني كوست يعني تكلفه، يبقى الكميه ضرب السعر ناقص الكميه ضرب التكلفه. طبعا هعملها قبل تغير الظروف وبعدين هعملها بعد تغير الظروف واشوف الدنيا هتتغير ولا مش هتتغير. فاحسب صفر التدفق النقدي قبل تغير الظروف هيساوي ايه يا شباب؟ يلا نعمله مع بعض كده. ها انت بتقول لي الكميه كام؟ 200. يبقى 200 ضرب مين؟ ضرب السعر، السعر كام؟ 8 اهو، ناقص الكميه كام تاني؟ الكميه ضرب السي، يبقى ناقص افتح قوس تاني، يبقى ال 200 ضرب التكلفه كام؟ قلت لي 6. يبقى بالاله الحاسبه دي تعطيني كام؟ بالاله الحاسبه يا شباب هتعطيني في حدود 400,000. يبقى صافي التدفق النقدي السنوي هيعطيني 400,000 ريال في السنه الواحده. طيب صافي التدفق النقدي السنوي بعد تغير الظروف، طبعا هذا انا بحسب دلوقتي ال 400,000 دي يا شباب مش هتتغير من سنه لسنه، دي هتبقى متوسط صافي التدفق النقدي السنوي خلال عمر المشروع اللي هو عمره كام؟ 5 سنوات، هتبقى ثابته. طيب انا عايز برضو احسب متوسط صافي التدفق النقدي السنوي بعد تغير الظروف برضو بنفس المعدل، الكميه ضرب السعر ناقص الكميه ضرب السي اللي هي الايه؟ التكلفه. بس فيه نقطة بقى مهمة جدا جدا عشان ما نتلخبطش فيها خالص ولازم كلنا نخلي بالنا منها، اللي هي ايه بقى؟ ان دلوقتي حصل بعض التغيرات. ايه اللي حصل؟ انت بتقول لي دلوقتي ده الكمية نفسها الكيو، الكيو نزلتها، الكيو اللي هي حجم المبيعات اتغير، زاد بنسبة 15%. فبدل هعلمك حاجه، بدل ما تعمل مثلا، بدل ما تضرب 15% في ال 200 وتحسب نسبه التغير وبعدين تجمعها على ال 200 عشان تجيب الكيو الجديده، انا هعلمك حاجه صغيره على طول تعملها. تعمل ايه؟ نضرب الكميه الاصليه، الكميه الاصليه. مش انت دلوقتي بيقول لك زادت ولا نقصت؟ قال لك لا ده زياده، في زياده. طالما في زياده، الزياده نسبه الزياده تضاف للواحد الصحيح، نسبة الزيادة تضاف للواحد الصحيح، ونسبة النقص تخصم من الواحد الصحيح. فإذا كانت هناك زيادة في بعض التغيرات، يعني إذا كانت التغيرات تعني زيادة تضاف إلى الواحد الصحيح، يعني الكمية الجديدة أقولها إزاي؟ الكيوب الجديدة هنا، الكيوب الجديدة دي تتحسب إزاي؟ تقول لي عبارة عن 200 ضرب 1 زائد 15%. يبقى الزيادة إذا كان هناك زيادة في 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 إحدى البيانات تضرب في 1 زائد هذه الزيادة. طيب وإذا كان هناك نقصاً زي انخفاض تكلفة المبيعات 5%، في حاله الانخفاض، في حاله الانخفاض تضرب الرقم الاصلي اللي هو بيتكلم عن تكلفه الوحده اللي هي الستة. يبقى الستة، يبقى الرقم الجديد المتعلق بتكلفه الوحده يساوي ايه؟ تقول لي نفس الستة بس ضرب مين؟ ضرب الواحد مخصومه منه، مخصومه منه ايه؟ نسبه الانخفاض، نسبه الانخفاض. يبقى في حاله الانخفاض نقطه تخصم من الواحد الصحيح، وفي حاله الزياده تضاف للواحد الصحيح، عشان نختصر. طيب نيجي ننفذ الكلام ده، تعالوا ننفذ مع بعض الكلام ده. انت عايز تقول لي ايه بقى دلوقتي؟ صافي التدفق النقدي السنوي بعد تغير الظروف هيساوي ايه يا شباب؟ يلا نعمل مع بعض كده. الكميه الاصليه كام؟ قلت لي 200 اهي، ال 200. طيب اللي حصل ايه في الكميه؟ انت قلت لي ايه اللي حصل في الكميه؟ زادت ولا نقصت؟ قال لك لا ده الكميه زادت. يبقى زادت بنسبه كام؟ 15%. يعني اضرب الكميه الاصليه في كام؟ تضرب في 1 زائد ها نسبه الزياده، يعني 1.15%. يبقى 1، يبقى اضرب 200 في 1 علامه 15%، واقفل القوس. ايه في القوس؟ يبقى كل ده للكيو، كل ده للكيو. انت كنت بتضرب الكيو في ايه؟ كنا بنضربها في البي. يبقى 200 ضرب 1.15% في البي. البي الاصليه كام؟ البي الاصليه 8 ريال اهي، يبقى 8 ريال اهي، 8 ريال. طب هو حصل حاجه لل 8 ريال؟ هو اتغيرت ل 8 ريال؟ السعر اتغير؟ قال لك ايوه، ده السعر انخفض. السعر ايه اللي جراله؟ انخفض سعر البيع بنسبه 10%. يبقى في حاله انخفاض، الانخفاض للبند بنسبة معينة، يبقى انا اخصم النسبة دي من الواحد الصحيح. يبقى في حالة الزيادة تضاف للواحد الصحيح زي الكمية، وفي حالة الانخفاض زي السعر او التكلفة، ايه اللي هيحصل؟ تتشال من الواحد الصحيح، النسبة تتشال من الواحد الصحيح في حالة الانخفاض. فبيقول لك انخفض السعر بيع 10%، يبقى انا هضرب دلوقتي هضرب السعر بتاعي، السعر الاصلي اللي هو 8، هضربه في كام؟ في 90%، اضربه في 90%، لان شلت 10% من الواحد الصحيح، يبقى هضرب في 90% اهي، 90 في الايه؟ في من المية. طبعا 90% يعني 90 من 100، كلنا عارفين الكلام هذا، ان 90% هي نفسها 90 من 100. يبقى ال 200 ضربت في 1.15% ضرب كل دي عن الكميه، هذا المقدار بالكامل للكميه، وهذا المقدار بالكامل للسعر. يبقى 8 ضرب 90 هو ده الكيو اهو، عشان ما تتلخبطوش، هو ده الكيو.
وهو ده كل مين البي، كل ده عشان اجيب المقدار الاولاني اللي هو القوس الاحمر ده اللي هو كيو ضرب البي. يبقى انا فاضل لي مين بقى؟ يبقى انا جبت القوس الاولاني ده، يبقى انا فاضل لي مين؟ فاضل لي القوس الثاني اللي هو مين؟ اللي هو انا هعمله دلوقتي بتاع التكاليف. برضو نفس الكلام، انا بعيد نفس الكلام ليه؟ لان الكيو هنا هي نفس الكيو اللي هنا، يبقى الكيو اللي هنا برضو هتضرب في 1.15% لانها زادت، ما هي الكميه هي نفس الكميه. يبقى هقول ايه؟ هكمل كلام، كمل الشرح بتاعي، يلا كمل الشرح بتاعي. بقول الكمية، الكمية هتبقى برضو عبارة عن 200 افتح قوس كده ضرب 1.15%، خلاص. بعد كده هذا هو الكيو الاولاني ضرب مين؟ ضرب يا شباب ضرب السي. هي السي اللي جرالها، هي فين السي؟ قال لك التكلفة بتاع المشروع كام؟ قال لك 6. طيب يبقى الستة دي هتضرب في كام؟ هو ايه اللي جرال للتكلفة؟ قال لك انخفضت تكلفة الوحدة بنسبة 5% فقط. يعني دلوقتي اضرب التكلفة الاصلية في 1.5% ولا اشيل من الواحد الصحيح 5%؟ انت قلت لي في حاله الانخفاض شيل، ننقص من الواحد الصحيح، وفي حاله الزياده تضاف للواحد الصحيح. يبقى طالما انخفضت التكلفه بنسبه 5% يبقى ال 5% دي لازم اشيلها من الواحد الصحيح. طبعا الواحد الصحيح هو ال 100%، معروف طبعا كلنا نعرف ان الواحد الصحيح هو ال 100% لانه رقم مطلق، واحد صحيح 100%. فلما ده اشيل من ال 100% 5% يبقى انا هضرب التكلفه الاصليه بتاعتي اللي هي 6، تكلفه الوحده هضربها في 95%، 5 وايه؟ و90 من ايه؟ من 100. واقفل القوس الصغير وبعدين اقفل القوس الايه؟ الكبير اللي احنا سويناه عشان احسب الايه؟ عشان احسب صافي التدفق النقد السنوي بعد تغير الظروف. يبقى انا دلوقتي القوس ده كله اللي هو كيو ضرب البي ناقص الكيو ضرب السي بعد تغير الظروف، بعد تغير الظروف الكمية اتغيرت بنسبة ايه؟ 15% بالزيادة. وايه اللي حصل تاني لسعر البيع؟ سعر البيع اللي جراله قال لك سعر البيع انخفض بنسبة كام؟ ها؟ انخفض بنسبة 10%، فاهو اتخصم من الواحد الصحيح. وايه اللي حصل تاني للتكلفة؟ ايه؟ انخفضت التكلفة بس بنسبة كام؟ 5%. يبقى انا برضو تخصم من الواحد الصحيح زي ما انتم شايفين كده. لما نفذ الكلام ده بالآلة الحاسبة هحصل على صافي تدفق نقدي سنوي يساوي 345، يساوي بالآلة الحاسبة القوس العملاق ده القوس الكبير الأسود ناقص القوس الكبير الأسود هذا يساوي كم بالآلة الحاسبة؟ 345,000 ريال. يبقى دلوقتي ده 345,000 ريال دول هو ده متوسط التدفق النقدي بعد تغير الظروف، وهو ده رقم هيبقى ثابت في الجدول اللي انا هعمل له صافي القيمه الحاليه. يبقى قبل تغير الظروف كان عندي كام؟ 400,000 ريال قبل تغير الظروف، لكن بعد تغير الظروف الاقتصاديه حصلت على كام صافي التدفق النقدي السنوي بعد تغير الظروف؟ 345. الرقم الاولاني هعمل له جدول والرقم الثاني هعمل له جدول، ولكن انا بدمجهم مع بعض في الجدول التالي.